Europe FM. الكل ملك. المشكلة ليست في القانون الانتخابي، المشكلة في هؤلاء الأشخاص. مش القانون الانتخابي سيء، أنتم سيئون. الناس اللي طلعتوها هذيك بهذا القانون أو بغيرها ما تحضرش. أنت طلعتك في المجلس ونسبة حضورك 0%، أنت حضورك في اللجنة 0%، أنت في 4 سنين بدو قدم مشروع قانون واحد. ليس القانون الانتخابي اللي خايب، أنت الخايب. المشكلة في الأحزاب، مش هؤلاء الناس. أنا ما نحبش نتحفظ على الأسامي وزميلي تحب تكره منتخب ولا شرعية انتخابية. مستوى 5 ابتدائي يحطوه رئيس لجنة، هذاك ما عندهم. المشكلة أن هذه الأحزاب فارغة، لا عندها لا شباب لا كفاءات لا ما تقدم. حتى كانوا يقولون لهم اختاروهم أحدكم عينوهم أنتم ل 217 ما عندهمش. المشكلة اللي تعلق بالقانون الانتخابي خانها ذريعة قالت مشهورة. يا أخي سمحني، الناس هذه ما تحضرش البرلمان جملة وتقول لي قانون انتخابي؟ لا مش قول انتخابي الخايب، انتم خايبين. على اساس شنو ما تحضرش في البرلمان؟ اسالهم هز تحضر في الليجن، ما تحضرش تحضر في الليفي في في قاية اخرى. عندك نواب، عندك نواب نسبه الحضور نتاعهم في لجان قاره 0%، ما يصوت حتى قانون. اساله انت النائب شنو عنده، هو عنده دور تمثيلي يمشي للناس يحكي معاهم، قول له قداش من مره مشيت اسبوع الجهات، عنده دور رقابي يعز على الحكومه، قول له انت قداش من مساءله عملتها للحكومه، وعنده دور تشريعي، قل له انت نسبه حضورك تصويت القوانين قداش وقداش اقترحت من القانون، تلقاها 0 0 0. كابافان الكلمه ليك.